وسلم وبارك على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه وكل شيخنا وفعل به العالمين. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وهناك وقت من السابقة. بسم الله، لا نرجع قليلا. بسم الله، قال رحمه الله: واحكم بتأصيل حروف سمسم ونحوه والخلف في كلام سمسم. لا بد أن نقدر أن حروف جميع الأصول لا بد من أصالة أحد المكررين تكبير لأقل الأصول. الاسم العربي والفعل العربي نص الوضع لا يقل على ثلاثة، إذن ليس أحدهما أفضل من الآخر. نحكم بأن جميع أصول وأن وزنها فعل. والخلف في كلام لم 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 اعتبرنا أنه لم لم مادة ولم مادة، فنقول لم لم كلها أصول، ويقول لم لم هي لم، فنقول أن اللام الثانية زائدة. وكذلك كفكف وزلزل ودمدم وصلصل كلها هكذا. ثم قال: فألف أكثر من أصلين صاحب زائد، ألف إذا صاحب أكثر من أصلين فهو زائد، إذا ذلك قائم ألف زائدة، بخلاف رمى صاحب أصلين وعصى صاحب أصلين، وكذلك قال وباع وفتى كل أصلين. تزاد الألف ثانية ولا تزاد أولى ولبعضهم، ولا تزاد في الأوائل ألف هي للتسكين حتما قد ألف، والعرب لذ بساكن. تزاد ثانية نحو صالح وثالثة كتاب، ورابعة كانطلاق رابعة، وخامسة كاستخراج. قالوا سادسة كأربعة، ومع قوله فألف أكثر من أصلين صحابة زائد. طيب، والياء كذا والواو، الياء والواو مثل الألف، إذا صاحبة أصلين فهما أصلان كصوت وبيت، وإن صاحبة ثلاثة أصلية فقط عنهما زائدة. مثال ذلك في الميم الياء كذا الياء الياء من القضيب الياء زائدة قطعا صاحبة ثلاثة أصول، والواو من العجوز زائدة صاحبة ثلاثة أصول، وإن صاحبة أصلين وثالث يحتمل الأصالة والزيادة، فإن كان المحتمل همزة متقدمة أو واو متقدمة حكم بزيادتها وأصالتها، كما هو في مزود صاحب الأصلين، وذلك هو الميم محتمل الأصالة وعدمها، فطالما الميم متقدمة فهي زائدة والواو أصل مزود، هو حقيقة من زائدة أصل عين الكلمة. وكذلك أيدع مصدر همزة تحتمل الأصالة والزيادة، والياء تحتمل، فنحكم بزيادة الهمزة ونقول أيدع الياء فيها أصيلة. والياء كذا تزاد الياء أولى كيلمع سراب، وثانية كضيرب، وثالثة كقضيب، ورابعة كحذرية قطعة من الأرض المرتفعة حذرية، وخامسة كسلحفية سلحفاة. قالوا وسادسة كمغناطيس، قال بعضهم وسابعة كخنزوانية اسم للتكبر. الواو لا تزاد أولى، لو زيت أولى ودخلت واو العطف يصير له هكذا واو واو. قالوا هذا يشبه نباح الكلاب وتجنبت العرب واو. إذا تزاد ثانية كجوهر، وتزاد ثالثة عجوز، ورابعة كعرقوة، وخامسة قلنا لو زيدت أولى إذا كانت في فعل وكل أمره قد يبنى المجهول، ويبني المجهول الواو إذا كانت في أول كلمة مضمومة ومكسورة يجوز يبدأ له همزة، فتبدأ همزة تقول أكل، يظن أنه
انه مبين المجنون اكله اها ويزيد مكسوره باسم قد يكسر قد يصغر قد يصغر قد يصغر ضم اوله وهو مقرر فيبدا له همزه فيقع نفسه هي تركه زياده انا قال ولهكذا والواو ان لم يقع يقع كيؤيؤ هذا مثل السمسم لا بد من اصاله احد المكررين تكمله لاقل اصول الكلمه وليس احدهما باولى فنحكم بين جميع اصول واو عصا وثقلان هي اصول همز الهمز والميم سبق اذا سبق ثلاثه مقطوعا باصالتها فهما زائدان همز كاحمر والميم كمسجد ان صاحب اصلين فاصلان اصلان كمهد مهد ميم والميم والهمزه ميم واكل صاحب اصلين وان صاحب اكثر من ثلاثه قد لا يكون اصلين مثل اسطبل ومرزجوش ومرزقوش فارسيه وكذلك إلى صاحبا ثلاثة ليست أصولا مثل معزى معزى ومكان صاحبا ثلاثة لكن ليست أصولا معزى لأنه فيها الحاق زائدة ومكان مكان 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 ميم هنا زائدة من كان يكون هي صاحبة ثلاثة ليست مقطوعا بأصالتها فهما أصلان ليس زائدين مكان صاحبة ثلاثة أصول هي زائدة هنا زائدة ومعزى مزاء أصل هي صاحبة صاحبة أصلين وذلك ليس أصل أقصد زمان زمان مما حسبت صاحبة ثلاثة لكن الألف ليس أصلية فنحكم بأصالتها ليس زائد أنا أقول وهكذا همز وميم سبق صح تزاد الميم أولى كمسجد وثانية كدوم لص الحديث البراق الحديث البراق دوم لص ودولمص نفسها لغة أخرى كذلك زائدة ورابعة كزرقم وخامسة كضبال الشيء القوي الميم ما قلنا الهمزة 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 تزاد أولى كأحمر وتزاد ثانية كشأمل شأمل شمال وثالثة كشمل وثالثة كحطائر طائر 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 رابعة رابعة طائر وخامسة كصحراء